مسابقة الأوائل لسه مكملة معاكم، 30 فريق بيتنافسوا على مين يوصل الدور الثاني في المرحلة الابتدائية، والمنافسة قوية وعمالين نشوف فرق بتستمر وفرق بتخرج، والحقيقة منافسة قوية جدا لحد دلوقتي. الماتش اللي هيبقى معانا دلوقتي ما بين بني سويف والأليوبية، وهنبدأ بالترحيب بمدرسة أحمد عزت من بني سويف. بني سويف هيلعبوا فريق مدرسة 6 أكتوبر من الأليوبية، يتفضلوا. فريق مدرسة أحمد عزت، منى نفسك تبقي ايه لما تكبري؟ مهندسة ديكور. مهندسة ديكور، يعني معانا باش مهندسة قد الدنيا، ها؟ ان شاء الله. طب وملك؟ دكتورة قلب. دكتورة قلب. وهوايتي منشدة وقارئة قرآن. ما شاء الله، قارئة قرآن. حافظة كام جزء يا ملك؟ حافظة 19 جزء. 19 جزء. طب ما تقولي لنا كده حاجة من اللي انت حافظاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ملك، برافو عليكي، انت حافظة 19 جزء من القرآن الكريم. طب مين اللي ساعدك تحفظي؟ أول حاجة والدي ووالدتي، أشكرهم شكر جزيل. والشيخ سيد والشيخ سلام. الشيخ سيد والشيخ سلام. سلام. واحنا بنشكرهم وكمان بنوجه التحيه ليهم، وبنوجه التحيه لماما وبابا كمان، اكيد فخورين بيكي جدا دلوقتي. اول سؤال هنبدا بيه هو سؤال السرعه، هتسمعوا السؤال بالكامل، ولما اقول لكم ندوس على الزرار وقتها بس ندوس على الزرار. اوكي؟ السؤال بيقول ما هو اكبر محيط في العالم؟ ندوس على الزرار. فريق مدرسة 6 أكتوبر داسوا على الزرار، قولي يا إبراهيم عرفت الإجابة؟ المحيط الهادي. المحيط الهادي، أكيد؟ أكيد. إحنا لسه مفيش درجات، بس إجابتك إجابة صحيحة. هنبدأ دلوقتي مع مدرسة 6 أكتوبر في المسابقة العلمية. أول سؤال هيبقى لمدرسة 6 أكتوبر من الأليوبية، والسؤال بيقول من نص الحرية والمسؤولية، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، هذا التعبير يدل على حسن التصرف، بعد النظر، عدم الإحساس بالمسؤولية، ولا الرغبة في النجاة. 30 ثانية والوقت بدأ. تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية. لكن الوقت ما خلصش يا إبراهيم. متأكد. ليه بتجاوب بسرعة؟ متأكد في الإجابة. لحقت تسأل أربع أفراد في فريقك في كام ثانية دول؟ أوعى تكون انفردت بالقرار. إجابة صحيحة يا إبراهيم. خمس درجات لفريق مدرسة 6 أكتوبر، ولسه هنروح للسؤال العربي مع مدرسة أحمد عزت من بني سويف. السؤال بيقول هلكوا جميعاً، علاقة التعبير بما قبله، نتيجة ولا توضيح ولا تعليل ولا تفصيل. 30 ثانية والوقت بدأ.
تعليل تعليل. أول ما أنا خلصت السؤال والاختيارات رفعت إيدك وكنتي هتجاوبي، بس ما كنتيش لحقتي تسألي زمايلك. هو إحنا واثقين من إجابتنا، وهم فعلا لما ناقشت معاهم بعد كده فعلا قالوا لي تعليل، معايا ده واحدة اختلفت. مين اللي اختلف؟ نادين. نادين ما كنتيش موافقة على الرأي ده. للأسف هي إجابة غلط. هنروح للفريق التاني، عندكم إجابة ولا لأ؟ هتاخدوا السؤال ولا لأ؟ لأ. يا تاخدوا درجتين يا إما أخد منكم درجتين. لأ. إبراهيم قرارك إيه؟ قرارك إيه؟ لأ مش عايزين السؤال. مش عايزين السؤال. فريق مدرسة 6 أكتوبر قالوا مش هنجاوب، ولو إني شفت حالة تشاور كده بتحصل. طب أنا هرجع هنا لنادين. نادين كانت الوحيدة اللي مختلفة مع الإجابة اللي قالوها مدرسة أحمد عزت. عايزة أعرف نادين كانت شاكة في إيه؟ نتيجة لما قبلها. يا ريتك كنت جاوبتي. يا ريتكوا سمعتوا كلام نادين، إجابتها كانت صح. السؤال اللي جاي فيه الدراسات مع مدرسة 6 أكتوبر. السؤال بيقول: أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 1517، وتم إنهاء تبعيتها عن الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين، الربع الثاني من القرن العشرين، الربع الثالث من القرن العشرين، الربع الأخير من القرن العشرين. 30 ثانية والوقت بدأ يا ولاد. من الاحتلال البريطاني. تمام؟ استنى. الربع اللي هو 1914 صح؟ تمام؟ متفقين؟ ماشي. إبراهيم الإجابة الربع الأول من القرن العشرين. طب حسبتها إزاي؟ هو الربع الأول من القرن العشرين يعني سنة كام؟ يعني من كام لكام؟ من 1900 لغاية 1925. ده يبقى الربع الأول من القرن العشرين، من القرن العشرين اللي هو 1900 وحاجة. إجابة مدرسة 6 أكتوبر من الأليوبية هتديهم 5 درجات.